أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. المقاومة اليمنية تواصل التوغل نحو الحديدة. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سنعيد فرز الأصوات إذا تبين هناك خلل تقني، وممثلو هوليود يقفون دقيقة حداد في مهرجان كان على ضحايا غزة. اتفاق إيراني أوروبي على خطة عمل لإنقاذ الصفقة النووية. كوريا الشمالية تهدد بإلغاء القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب مناورات ماكس تاندر. حمام بركان كيلاويا في هاواي يهدد آخر طرق الهروب المتاحة. قتل 18 شخصاً جراء انهيار جسر شمالي الهند. وأخيراً في الرياضة، أتلتيكو يصارع مارسيليا على لقب الدوري الأوروبي.